لقاء الجولة الاختتامية للرابطة الأولى بين السي بي وجي اس كا كان خالي من كل رهان، الشيء اللي انعكس خاصة على مردود الضيوف اللي كانوا اليوم غايبين تماما أمام نادي بنزرتي بحث تلك 90 دقيقة على الانتصار لإرضاء ومصالحة أنصاره. ما نجمش نقبل العقلية هذه، سواء كنا في أول أو في آخر جولة لازم أي ملاعب يعطي كل ما عنده على الميدان احتراما في الفريق وفي المريول اللي يلبسه. المقابلة شهدت سيطرة واضحة لأبناء شهاب الليلي اللي اعتمدوا خاصة في الشوط الأول على التسديد من بعيد والكرات الثابتة، لكن غياب التركيز والتسرع حرمهم في كل مرة من افتتاح النتيجة. دقيقة 29 خليل المشرقي يلقى روحه وجها لوجه بعد تمريرة رائعة من وسط الميدان، لكن كورته تضرب على القائم. الشبيبة من جهتها خلقت زوز فرص ما خلقتش برشا الحارس علي العياري. آخر فرص هالشوط جابت جديد ركنية تتلعب ثنائية على القائم الثاني لهماني مهد والدراجي على الطائر يمضي على الهدف الأول للسيابي. هدف أعلن على إثره أسامة رزقال على نهاية 45 دقيقة الأولى. الشوط الثاني وصل فيه النادي البنزرتي سيطرته وتفنن خط هجومه في إذاعة الفرص، الورغي بالرأس فوق المرمى ثم البديل يوسف الترابلسي يتباطى في العشرين متر الأخيرة قبل ما يتألق الحارس علي الغريوي أمام كل مترابلسي والحمروني قدام باتة دفاعية لشبيبة القيروان. حارس الجي اس كا يواصل التألق أمام محمد الحبيب يكن في هالانفراد. هالإخفاق الهجومي وضع له الحبيب يكن حد في دقيقة 81 بعد ما استغل توزيعة رائعة من مصعب سيسي. السيابي لا يكتفي بالثنائية ويضيف الثالث في دقيقة 92 بعد تسديدة ممتازة من يوسف الترابلسي. 3-0 هي نتيجة نهائية للقاء، نتيجة تخلي جي اس كاي يكتفي بالمرتبة 9 هذا الموسم مقابل صعود السيابي للمرتبة 6 في انتظار نتائج الدفعة الثانية لهالجولة. كان موسم أفضل من المواسم السابقة لجي اس كاي، جبنا 38 نقطة لكن كنا نعملوا مخير وكان حضرة النجاعة الهجومية أكثر وكان التحكيم أفضل، كنا نقتلع 8 أو 10 نقاط إضافية. اليوم اللي عمل لا ديفيرونس هو الروح الإيجابية نتاع الفريق كامل خاصة من الناحية الهجومية، هذا هو اللي عمل لا ديفيرونس. ما ننساوش لعبنا ضد أدفيرسير كورياس تريز أون فورم في 26 لو ربحنا اليوم كان يكون قبلنا في الكلاسمون كامل بكل مكوناته. ألوغ اليوم جو فيليسيت الروح الإيجابية نتاع الملاعبية نتاعنا إي كومبري الصغار ولا اللي هما أبيتيي يلعبوا كل كي بعضهم.